السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله خاتم المرسلين وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. بسم الله ما شاء الله لا قوة إلا بالله، أستغفرك ربي وأتوب إليك. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليك. في البداية يا ريت كل الناس اللي بتشوفنا تعمل لايك، واللي بيتابعنا لأول مرة يشترك معانا بالقناة، وما تنسوش تفعلوا زر الجرس علشان يوصل لكم إشعارات بكل الفيديوهات الجديدة الخاصة بالقناة. طبعا انتوا عارفين ان مرتضى منصور كان عنده جلسة اليوم الخاصة بسب وقذف موظف عمومي، كان لو تتذكروا كده من حوالي يعني 6 شهور سنة كان مرتضى منصور تحدث عن سيدة فاضلة اسمها تدعى لمياء في احد الاجهزة الرقابية، واتكلم عنها وهي طارق حشيش، وقال انها يعني بطريق بقى عربية مش عارف ماركة ايه، وطارق حد خلت طارق حشيش هو اللي يكتب التقرير، اتهامات سب وقذف ليها وتشكيك في الذمة المالية. يعني هذه السيدة الفاضلة تقدمت بشكوى وتم على مدار الجلسة تم يعني تحديد جلسات، وكان من ضمن الجلسات النهاردة كان اتأجلت قبل كده أكتر من مرة، وكان لازم مرتضى منصور يحضر بشخصه في هذه الجلسة، وبالفعل حضر مرتضى منصور إلى هذه الجلسة صباحا، وهو اللي اترافع في القضية وتم تأجيل القضية. لكن دي التفاصيل، كل التفاصيل عندي، الحين ما توصل تفاصيل أكتر هنعلن حضراتكم عن كافة التفاصيل. يعني بالنسبة لأسامة نبيه، امبارح شفنا ميدو بيتجاوز في حق أسامة نبيه، هو لم يذكر اسمه يعني، لكن هو قال كل الأوصاف بتاع أسامة نبيه، اشتغل مع كارتيرون وخلى كارتيرون يطفش، اشتغل مع فريرة وزهق فريرة وفريرة مشي، ولما مشي فريرة هو اشتغل بعد منه، لقى الموضوع واسع عليه فقال لك رجعوا لي فريرة مرة أخرى. مفيش حد غير أسامة نبيه وابنه برضه سايب الزمالك في هذا التوقيت، لكن ميدو تجاوز بالأمس بصراحة. يعني من حق الجمهور إن هو يغضب ويتكلم، الجمهور بيتكلم لأنه مش فاهم، لكن أنت لما تكون في اللجنة الفنية وقريب من أسامة نبيه ممكن ترفع السماعة تتأكد من أسامة نبيه الكلام ده حصل أو ما حصلش، يعني أنت بتاخد بونت على حساب أسامة نبيه لصالح جماهير أو عشان تقرب لجماهير نادي الزمالك. لكن زي ما بقول لحضراتكم لو كانت دامت لغيرك ما كانتش وصلت ليك يا ميدو، يعني مفيش حاجة، ودوام الحال من المحال. أجمل حاجة وأجمل مكسب في الدنيا تكسبه لو حبيت تكسب حب الناس بالطريقة المحترمة والمهذبة وبالإخلاص وبدون التجاوز والتجريح في الآخرين. أصعب حاجة أو من خصال المنافقين يا أستاذ ميدو الفجر في الخصومة، لما أختلف مع واحد أطلع ده كان فيه وكان فيه وكان فيه وكان فيه، لأ من البداية وأنا أعرفه وأنا عارفك ما فيش بينه وبينك علاقة، أقدر أقول فيك وفيك وفيك، هذا الأمر ما لهوش علاقة ما بينه وما بينك لكن لما يكون في شخص بينك وبينه أكل وشرب وعيش وملح وعلاقة وكنت أنت بتشيد بيه، قلت لك يا ميدو قبل كده راجع نفسك شوف أنت بتقول إيه قبل كده، وترجع تقول كنت بتشيد بأسامة نبيه وكنت بتنتقد جيزفالدو فيريرا وتقول لازم يسمع لأسامة نبيه، دلوقتي أسامة نبيه هو اللي طفش فيريرا، هو اللي لمجرد ابنه اللي مشي، انت اللي كنت بتقول رمضان صبحي انا في عصر الاحتراف وكل واحد من حقه يعرف مصلحته، دلوقتي شكلك مش حلو يا ميدو يعني. وبعدين لما تختفي يا اخي خلاص هو حر، يا اخي اعمل مداخله معاه، ما انت معاك رقم وخليه يكلمك حصل من لا يقول لك حصل او ما حصلش، بلاش ده كله يا عم ميدو، التزم الصمت وقول لا جددنا لسيف فاروق جعفر والقصه انتهت. لكن تهاجم اسامه نبيه وتبيعه للجمهور والجمهور لا عنده ثقه فيك ولا بكلامك بقى عنده ثقه في اسامه نبيه، وكده بسبب ابنه اساسا، يعني زي ما قلت ان هو مشي يعني حاله غضب، لكن برضه ده هو ما حدش عارف، نادي الزمالك وارد جدا اسامه نبيه يشتغل في يوم من الايام، وارد جدا ابن اسامه نبيه يرجع تاني النادي الزمالك، وارد جدا ان انت زي ما انقلبت قبل كده على مرتضى منصور وابن مرتضى منصور ينقلب عليه. المهم يعني بعد ما وصفه بالغلاوي والحاقد والكاره لنادي الزمالك، اسامه نبيه رد في على حسابه على فيسبوك كده يعني جملتين صغيرين كده، وقال طول عمري مؤمن بمقوله عتاب الندل اجتنابه، بس الواحد عذرك اصل طول عمرك مسطول، طول عمرك مسطول. هو ايضا لم يحدد مين موجه لمين، بس مصر كلها عارفه مين اللي ما هو قال على نفسه ان هو بيشرب وان هو مسطول يعني.
محمد الشناوي حارس مرمى النادي الاهلي بنسبه كبيره يعني هيكون ضيف المذيع الاماراتي الشهير الاستاذ يعقوب السعدي العاشق ومحب للنادي الاهلي على الرياضيه على قناه ابو ظبي الرياضيه. طبعا بالنسبه لمباراه غينيا والبرازيل في مباراه النهارده هتلعب في اسبانيا ما بين غينيا اللي مصر كانت بتلعبها من يوم 14 من 4 ايام واحنا هنلعب جنوب السودان هم يلعبوا البرازيل. وطبعا بما ان المباراه تحت شعار لا للعنصريه والعنصريه اللي اتعرض لها جونيور فينيسيوس لاعب المنتخب البرازيلي فالاول مره في تاريخ المنتخب البرازيلي هيرتدي التيشيرت الاسود في هذا اللقاء. برضو سؤال واستفسار للمسؤولين عن قنوات اون تايم سبورت ليه يعني انتم منافقين على قناه نادي الزمالك رغم ان مرتضى منصور قال خلاص انتم مالكوش علاقه بقناه نادي الزمالك وعمل شركه انتاج واصبح هو او احمد رئيس مجلس بقت مستقله خاصه قناة. ليه ما بنشوفش مذيعين اهلاويه يعني فرح علي تمشي من قناه الزمالك تلاقيها شادي عيسى يمشي من قناه تلاقيه في قناه اون نيرة الاحمر بعد ازمه احمد الاحمر مشوها من قناه نادي الزمالك راحت اشتغلت في قناه اون المذيع اسمه طارق قضى علشان طلع قال لك كلمتين برضو اللي اشترى الصفقات وكل ده هم اللي مسؤولين اللعيبه وانا ما اعتذرش للجمهور عايزين اللي اعتذر اللي جاب اللعيبه والكلام ده ما كملش في قناه الزمالك ومرتضى مشاه وفتحت ابوابها ليه قنوات اون. انا عايز افهم يعني هو انتوا بس القناه ما تقولوا فرع تاني لنادي الزمالك قنوات اون بس باختصار شديد يعني عشان نبقى فاهمين وما تقولوش ان انا قناه محايده يعني عشان الناس تتجنب اللي لهم يقول زملكاويه يروح لها اللي يقول اهلاويه يبعد عنها يعني. بالنسبه للكابتن ناصر ماهر انباء كثيره زي ما قلت حضراتكم قلتها من حوالي 3 اسابيع ان نادي فيوتشر بما انه اقترب لتاني سنه يشارك في الكونفدراليه فعايز مدرب يكون ليه باع في البطولات الافريقيه او يكون عنده خبره تعامل مع البطولات الافريقيه عشان طموح فيوتشر هذا العام عكس العام الماضي يعني وهيحاول يرتب لهذا فبالتالي عايز مدير فني غير الكابتن ناصر ماهر ايضا غير الكابتن علي ماهر. الكابتن علي ماهر ايضا عنده عروض من احد الانديه الجزائريه اعتقد شبيبه القبائل الجزائري وكان في بعض الكلام عن ناصر ماهر بقى وعامل مشاكل مع فيوتشر انقطع عن التدريبات لثالث يوم بعد مشاده حصلت ما بينه وما بين الكابتن علي ماهر. بالنسبه لجمال عبد الحميد جمال عبد الحميد بيقول لك بنوجه رساله للعيبه انتوا كبار قوي يعني اللعيبه دول كبار ومستواهم هبط بسبب القضايا ضد نادي الزمالك ليه هم مرفوع عليهم قضايا حبس اللعيبه يعني مركزين اللعيبه مش فارق معاها غير فلوس تديها فلوس تلعب ما تديهاش فلوس ما تلعبش. انت بقى بتقول ان انت قبل كده قبل مرتضى ما يتحبس الشهر كانوا واخدين حقوقهم يبقى طب ايه سبب وقوعهم بقى؟ بيقول الاعلام دلوقتي عمال يقول ده يمشي وده وانا بقول ان الناس قاعده ومكمله من اول الحارس لحد المهاجم يا عم جمال يا عم جمال. برونو سافيو ازمته مع النادي الاهلي النادي الاهلي عاوز يسوقه زي ما سوق قبل كده وولتر بواليا في احد الانديه الخليجيه لكن اللاعب عاوز يعمل مشاكل وخلاص قال لك انا قاعد ومكمل لنهايه عادي او عاوز تمشيني مشيني لنهايه عادي مش هطلع الا النادي انا عايزه او انا اختاره يعني هنشوف اخرتها معايا معاك ايه يا برونو يا سافيو. يعني بالنسبه ياسر قمر رئيس اتحاد الكرة الطائرة قال لك زي ما نادي الزمالك هو أكثر الأندية مديونية لاتحاد الكرة المصري لكرة القدم هو أكثر الأندية أيضا مديونية الأكثر الأندية المديونة لاتحاد كرة الطائرة قال لك المديونيات كلها اللي على الأندية حوالي 12 مليون ده ياسر قمر رئيس اتحاد كرة الطائرة. الزمالك عليه من ال 12 مليون لوحده 8 أو 9 مليون وناحد يجي يقول لك اصل الاهلي نادي الدوله نادي ما بيدفعش لا ضرائب ولا تامينات ولا مستحقات اتحادات وتطلع تقول لي نادي الدوله يعني طبعا اتكلم عن كان قلت حضراتكم او لاعيبه النادي الزمالك او الاهلي السابقه او الزمالك الحاليه فريد العسقلاني كان حصل ما بينها مشادة ما بينها ومدير الفني وقرر استبعادها من السفر
او لمعسكر منتخب مصر للسيدات اللي هيكون في اليونان. طلع ياسر قمر قال لك حصل سوء تفاهم، لكن دي محترمه والله، لكن في مشكله يعني. جمال عبد الحميد بقى طبعا كلام كله اكاذيب في اكاذيب، بيقول لك كنا بنحاول نصالح الاهلي باي طريقه، وقدمنا مبادره صلح لما كسبنا الدوري مرتين والكاس وما شتمناش حد. ليه بعض لاعيبه النادي الاهلي بيستفز الزمالك بالهتاف بتاع كهربا بتاع بعد الفوز بافريقيا؟ الكره مدوره يوم ليك ويوم عليك، لا 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 هي عليك على طول. انت ما شتمتش النادي الاهلي ولا لعيبه النادي الاهلي ولا النادي الاهلي، امال مين اللي كان طالع مع محمد النادي الاهلي؟ هنولع هنولعها. مين ده كان كابتن جمال عبد الحميد؟ مين اللي هاجم؟ مين اللي قال اصل فلان الحكم قعد معايا وقال عايزين يدوا الاهلي الدوري؟ ايه ده يا كابتن؟ انت بتضحك على مين؟ احنا كنا بنقول على واحد مسطول يا عم جمال عبد الحميد، انت علامه السلطه العالق، ما ينفعش ان انت والله يا جمال عبد الحميد ان انا يعني بيبقى عندي حياء ان انا انتقد بسبب علامه السلطه العالق. انا يا اخي كده كابتن مصطفى عبده بيقول لك لما الاهلي بيبقى كويس منتخب مصر بيكون كويس، ويسالوا المعلم حسن شحاته، مش محتاجه سؤال. لكن العجيب ان بعض الزملكاويه بيزعلوا من هذا الامر، وخصوصا لو كانوا اعلاميين او مقدمين برامج. قول لي النهارده البطولات اللي منتخب مصر خدها كان سنه كام، والنادي الاهلي كان عامل ايه في الاوقات دي، والزمالك في وقت تالقه والاجيال الذهبيه بتاعت الزمالك ازاي كان حال منتخب مصر؟ ولا الهوى. دي حقيقه يا باشا، مش كلام يعني احنا بنقوله. كابتن محمد صلاح كابتن تاريخ النادي الزمالك بيبيع الكابتن فاروق جعفر زي ما ميدو باعه قبل كده، بيقول لك الكابتن فاروق جعفر كان بيسيبنا في وقت الزنقه واحنا لعيبه ويسافر لامريكا، وفي مره قال لنا انا اهلاوي مش زملكاوي، وده مش عيب، لكن ما ينفعش ان انت تكون قائد نادي الزمالك وتقول هذا الكلام واحنا لعيبه صغيرين وانت القائد بتاعنا. وارد لكل واحد انتمائه، لكن الظروف بتحتم عليك في بعض الاوقات انك ما تعلنش انتمائك، وارد الانتماء ده يتغير بعد الاعتزال يعني اي حد يختلفوا معاه يطلع عليه. كابتن حسن شحاته قالوا عليه اهلاوي، الكابتن فاروق جعفر قالوا عليه اهلاوي، ومرتضى منصور اللي قالك هذا الكلام كان بيجري ورا عبيد صالح سليم. يعني والله يا جماعه ده كده انا خايف يبقى النادي الزمالك كله فيه ناس كل الاعضاء اهلاويه ومستخبين وخايفين يعلنوا. في النهايه شكرا على حسن وتيجي تقول لك الزمالك نص الاهلي، اذا كان الزملكاويه هم اهلاويه بيعترفوا على بعض. في النهايه شكرا على حسن متابعه حضراتكم، ودمتم في امان الله ورعايته، استغفرك ربي واتوب اليك، استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.